أكد المدير الزراعي لمحلية العباسية بجنوب كردفان حسان موسى أن عملية الصادر تسير بصورة جيدة، وتوقع إنتاجية عالية للمحاصيل الزراعية ضمن عملية الحزم التقنية للمشاريع الزراعية، ولفت إلى جهود انسياب الوقود وتسهيل التمويل من البنك الزراعي، كما أشار إلى أن المساحة المزروعة هذا العام تقدر بمليون فدان بمحلية العباسية. المساحات المستهدفة للموسم الزراعي كانت هي مساحتنا أساسا هي 450 ألف فدان داخل التخطيط و 510 ألف فدان خارج التخطيط. جملة المساحات 960 ألف فدان هي مساحة العباسية الصالحة للزراعة. كمية الوقود اللي احنا طلبناها من الوزارة المفروض كانت تصلنا اللي هي 1,500,000 ألف جالون، لكن الكمية اللي صدقت كانت 540 ألف جالون، وصلتنا منها في العباسية 200 ألف جالون، وفي القطاع الشرقي للمشاريع اللي هي كانت في كميات من الوقود يمكن جات للرواد اللي هي بتعادل لها 119 ألف جالون.